بالذات للحارسين على متعة هذه ليلة الامتاع، للساعين لرغبة الليلة تلبى الرغبات، للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع، للحارسين على انتماء، هذه ليلة الألوان وكنيته تاريخ، أصله بمقاطعة هائجة دائما كانت ثائرة، ترفض الاستسلام، تبحث عن خلاص من عاصمة متسلطة سياسيا ثقافيا اقتصاديا وكرويا، وليكون شوكة في حلق أولاد العاصمة، ليذكر الجميع ولا صوت يعلو فوق الصوت قائل المشاهدين عبر جزيرة العرب في قال قمة في استاد الجنوب 1974، مسرح المواجهة الأولى الأوروبية بين فرنسا بطلة العالم. أكيد المنتخب يشاهد هذه المباراة، حدثنا بلغة المونديال فأن التعادل لن تكون أسوأ مما كانت، وبعد تأتي حسابات أخرى ومن بينها في مقام أدنى الداخل المواجهات. صدق أو لا تصدق، الانطلاق الهجوم عن طريق مبابي، يمشي مبابي نقطة بدون هدف، والمنتخب وكوريا الشمالية في 66 على المنتخب اللي ترجع الكرة المنتخب الفرنسي في وسط ميدان الثاني بين ظفرين. قولوا لي من سلت تحلم توز خطيرة بالرأس وفرصة وجيرو خطيرة، انطلاقة المباراة ضربات للنجوم الفرنسية. عاد اليوم انطلق على اليسار يلعب الكرة التوزيع بالرأس أو لحب الذكاء حذاري كرة خطيرة 25 لينشتروم خطيرة الحارس وغولوريس مرات على غريزمان الضرب على مبابي دياكا خطيرة بالرأس والكرة بالراوت يدخل ديب خطيرة وصعبة وكرة ضد سلوفاكيا والمجر ثم جاء دوري الألمان السانتر ديمبلي بالرأس يا ليبي أوليفيا جيرو مضى حرام ثلاثة خسرنا قطر تونس والسعودية الفرنسي انطلاق الهجوم هو بعيد على جيش السعودية استحقت الرقم القياسي في الفوز في كأس العالم للعرب باري كورنيليو ترجع بالرأس مولي يهرب مبابي خطأ ورقة حمراء ممكن خطأ يطالبون بالحمراء كله فما اثنين معاه مارتشينياك فما اثنين وجيرو والكرة من مبابي عندهم كل الأوراق مبابي الدقيقة الأولى لحد الآن تمر سلامات على الدقيقة استخطف في آخر 10 دقائق بلك استخطف اضرب واخطف والحارس يصوت تحت أنظار بيتر هي المجر في عهد بوشكاش 54 شوف الارتداد الوجه نفس الرواق توهم كانت المباراة كرة خطيرة كوندي يضرب كوندي والدفاع الدفاع خطار التمرير يضرب مبابي ترجع من الدفاع يضغط المنتخب الفرنسي جيرو غريزمان أنطوان والحارس كرة قريبة يرجع بارك كان لفرنسا تعمير مني ولكن زيد نعمر تازة موجودة خطيرة والتعادل قريب من الكرة عن طريق 13 كريستنسن ترجع كرة البارسا يرد على بيجي البارسا يرد على باريس هدف التعادل من كريستنسن كاتالونيا مباراة كبيرة جدا اليوم في 1974 كيليان الطبيعي والمو طبيعي ديمبلي 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 كرة خطيرة والهدف الثاني الهدف الثاني رابيو والحارس يسبق رابيو خطيرة جدا كرة من رابيو يلعب كرة والدفاع بثبات مرة أخرى أندري عن طريق مبابي 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 والكرة حتى الكرة خطيرة العرضية صعبة الله على الأقل الموازنة مع فرنسا خطيرة والثانية كرة غريزمان غريزمان وجول والثاني يضيع بطريقة غريبة ضيع الكرة غريزمان غريزمان والثاني هدف الثاني من الوحش ماذا قلت لكم مبابي يؤهل فرنسا رسميا دبل كيل Thank you.